راح نرجع موضوع حلقتنا الليلة، راح نتكلم عن الإسلام يا جماعة. الإسلام اليوم مستهدف، لا يستهدف اليوم البوذيون، لا يستهدف اليوم الهندوس، لا يستهدف اليوم اليهود، لا يستهدف أي دين في الأرض. الآن المستهدف الأكبر هم المسلمون، بل الإسلام نفسه. تدرون ليش؟ شوفوا الإحصائية الغريبة العجيبة، وإحصائية دقيقة الأخيرة من ويكيبيديا الموسوعة المعروفة، سنة 2003 يعني قبل 5 سنين، تدرون كم كان عدد المسلمين 2003؟ لاحظ الرقم، كان عدد المسلمين 1,226,000,000، 1.25 مليار تقريبا. هذا سنة كم؟ 2003. سنة 2007 بعدها ب4 سنين بس، كم صار عدد المسلمين؟ صار عددهم 1,520,000,000. الزيادة رهيبة يا جماعة، الزيادة مو طبيعية، زيادة عدد المسلمين في الأرض. بالنسب عشان تتضح أكثر، سنة 2003 كنا المسلمون 19%، سنة 2007 السنة الماضية وصلوا 23.6%. ترى هذه الزيادة رهيبة، كل الإحصائيات تقول أو الدقيقة منها تقول قبل سنة 2023 راح يكون الإسلام هو الدين الأول في الأرض، يغطي على كل الديانات. هنا نبدأ نفهم ليش الهجمة الشرسة على الإسلام بدأت، وليش الغرب اليوم كشر عن أنيابه ونزع القناع وبدأ يحارب الإسلام قرآنا ونبيا وبأقبح أنواع المعارك الآن. ودائما الحروب تبدأ